الا ما تضافرتش جهود ديال جميع المكونات ديال 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 مدينه ورزازات، هذا الفريق هذا ما عمره غادي، هذا غيبقى غادي يعني غيبقى غير في انحدار. راه جهداش ما تبقى هاد اللاعبين يجيوك اليوم وغدا وتتادي وتربح 3 بوان، واحد النهار ما يبقى يجي عندك حتى شي واحد وغتلقى راسك اسفل السافلين. فراه جميع لا بد ضافر جميع المكونات، ماكش فريق بقى عايش. حنا كنا قاب قوسين وادنى اننا نصعدوا القسم الوطني الثاني، لولا يعني الظروف الماليه وكل شيء كان عارف شنو وقع لينا حنايا. كذلك في السنه الثانيه كنا فريق اللي هو كان احسن من السنه الاولى، ولكن للاسف قوت يعني كثرت اضرابات والمشكل المادي. وانا هذه رساله تنوجه يعني يعني للمسؤولين، خصهم يسيروا حتى هما الايقاع اللي غادي به السي قجاع مشكور يعني رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. راه غادي بواحد الايقاع اللي هو سريع، يعني تتشوفوا البنيه التحتيه على مستوى المغرب كله كيفاش ولات. خص حتى المسير حتى هو خصو يهز شويه من النيفو شويه من المستوى باش كنت كره القدم. ما يمكنش غادي يبقى كره القدم يبقى يسير واحد تيبيع تاكوس ولا تيبيع بيتزا، غادي يسير لك فريق ديال كره القدم تدخل منحه تمشي تيريها تيدى المنزل ديالو كان ديالو بدي يفرق اللاعبين. كاين شي امور اللي تتسيء لكره القدم، فريق النادي البلدي بالجمهور ديالو انتوما كاعلاميين طريقة التعليق ديالكم ولا كيفاش تدفعوا بالفريق وكيفاش تهضروا عليه الوقت اللي تيكون يعني اضراب ولا شي حاجه، كيفاش انت تحاولوا توصلوا رساله للجمهور الكل تي يعني تيدفع بهذا الفريق. ولكن للاسف لا بالتضافر جميع المكونات، راه لا مجلس اقليمي ولا جهه ولا يعني مجلس بلدي ويحاولوا يوجدوا يوفروا منح لهذا الفريق، يعني ماكش يبقى غادي بموارد اللي هي ذاتيه ديال واحد الشخص ولا شخصين ولا ثلاث اشخاص تيتقاتلوا. بالمناسبه تبغي نشكر السي انيس بالقاضي، لان السنه الاولى قدينا معاه كانت تقريبا يعني كان يصرف من المال الخاص. هذا واقع، هذه ماشي تنرموا على الورود مع ما ترموا على الورود، ولكن كان تيصرف من المال الخاص. السنه الثانيه فوق طاقتك لا تلام، راه اليد واحد راه تصفيق، ماكش واحد يبقى يجبد يعني مرزق ولادو ويعطي 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 الفريق، فلازم يعاونوه الناس. انا ما عرفتش انا بالضبط هنا علاش كاين هذا العصف الرويضه، انا ما واش تهم لي لحد الساعه، حنا شفنا مجموعه ديال الفرق الناس تدي لي ديفلو تيحاولوا يتعاونوا حتى عندنا مشاكل ماديه، ولكن كاين يعني كاين وعود ان غادي تكون المنح ان شاء الله، وغادي راه المشكل المادي راه كيف المغرب كله، كاين وعود ان المنح غادي تصرف وغادي ياخذوا اللاعبين المستحقات ديالهم. هنا في النادي البلدي كاين العكس، تتلقى انا شخصيا عام السنه الثانيه ديالي يعني شديت وعود، راه كنت انا وعميد الفريق انا ذاك سي ياسين البخاري وحارس المرمى سي فرتاح مصطفى، وحضر معنا يعني سيد رئيس سي القاضي وسي صدقي، وتلقينا وعود من اعلى هيئه تقريبا هنا في الاقليم على اساس انه غيكون واحد الدعم اللي هو خاص هذه السنه باش تصعد الفرق، ما شفنا حتى شي حاجه. هذا واقع وتحملوا في الكلام هذا، ما شفنا حتى شي حاجه. فريق بدا بالاضرابات وبدا بواحد المجموعه ديال الامور اللي كانت كارثيه وكانت خطيره، وراه خص شويه يعني خص الناس تكون عندها غيره على هذه البلاد هذه، راه الناس تنفس كره هنا، تنلاحظ غير في وجوه ديالكم انتم كصحفيين ما بالك الالترا، يعني راه الناس تنفس كره، راه ما عندهم شي حاجه، راه كل شيء مات، السياحه مات، كوفيد راك شو دار، راه خص الناس تعاون شي شويه، ما يبقاش غير الرياضه راه حنا غير يعني الرياضه راه حنا غير تن 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 غاديين وصافي، راه الرياضه تاهي راه قطاع وقاطره ديال التنميه وتتبعد الشباب يعني في العوض انه يمشي يلتجا لبعض الامور بحال المخدرات والانحراف وهذه، راه تيجي الوقت تيجي طفل صغير وتتحاول تاورونتي انت توجدو يمشي للمجال الرياضي، راه تيبعد على مجموعه ديال الامور، تتكتشد الدوله تاهي تترتاح. كيفاش تبقى بنادم عاطي بالدار لهذا الفريق بهذا الشكل هذا، فعيب وعار، وتنتمنى الناس تساعد هذا الفريق هذا.